بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فلاح ومسؤول. كل سنة والأمة الإسلامية بألف هنا وسعادة، كل سنة والشعب المصري العظيم بفرحة وسعادة وهنا وكل حاجة كويسة، كل سنة ويا رب كل الأعياد تعود علينا بكل خير بمناسبة عيد الأضحى، قدوم عيد الأضحى المبارك. العيد الأضحى بقول لكل المصريين، وأنا عارف كل المصريين عندهم الشهامة والكرم، بقول عيد الأضحى ربنا لما أمرنا بالضحية للي يقدر، بقول قبل ما ناكل من اللحمة لازم نتصدق بجزء منها، إن في ناس كتيرة جدا ما بيشوفوش اللحمة إلا في الأعياد. علشان تتصدق وربنا يقبل منك الأضحية لازم تطلعها للناس بنفس صافية. وزي ما زميلي العزيز النجم محمد سامي بيقول لي، وانت بتطلع ايه اللي ربنا قدرنا عليه؟ الجميل ان عيد الاضحى هو طريق التواصل ومحبة واخاء بين الشعب المصري. السنة دي كان الله في عون الناس، اللحمة اللي وصلت 120 جنيه و130 و150 مش بكتر اللي بتتصدق بيه، ولكن اتصدق باللي بتحبه، اللي فيكم بيحب حتة معينة من اللحمة يتصدق بيها يطلعها، علشان دي هي اللي ربنا بيقبلها. لازم نكون قريبين من بعض، لازم نحب بعض. يا رب السنة اللي جاية يعود علينا بكل خير، يا رب الشعب المصري يفضل متماسك. مش عاوزين نحسد نفسنا، الحمد لله مصر هي من اكتر الدول في الشرق الاوسط هدوء، مش عاوزين نقول اكتر من كده عشان ما يقولوش بنقر على نفسنا. الحمد لله ان القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه بعد، كان ليه نظرة ثاقبة. الشعب المصري احنا عندنا ازمات، عندنا ازمات اقتصادية، بس يكفي حالة الامان، يكفي حالة الاطمئنان اللي بتلاقيها في الشارع. كل سنة والشعب المصري طيب. ندخل لموضوع الحلقة النهاردة. لما بنتكلم في كل حلقة بيقولوا انتوا بتتكلموا عن سلبيات، مفيش ايجابيات. بنقول في ايجابيات بس الايجابيات قليلة في اماكن وكتيرة في اماكن تانية. بنضرب مثل، احنا برنامج فلاح ومسؤول بنتكلم عن الزراعة والري والبيئة. من ضمن ده ما احنا بنقول الري، في ناس كتيرة كلموني من بنجر السكر من قرب العمرية، قالوا بقالهم 54 يوم الارض عندهم ما فيهاش ميه، الزرع اللي عندهم شل، الزرع اللي عندهم مات. ليه؟ عشان الرجاله بتوع وزاره الري المسؤولين عن الترع لو هم عندهم احساس بالمسؤوليه كانوا شافوا ايه السبب وايه المشكله. ناس كتيره بتتواصل معانا وبيقولوا لنا تعالوا صوروا، تعالوا شوفوا الكارثه اللي احنا فيها. بقول لهم باذن الله قريب خالص هننزل ونصور من عندكم وننقل الحدث. احنا بندور على الفلاح المصري وعاوزين الجو يكون مهيئ للفلاح المصري. الاسبوع اللي فات كان بالتحديد يوم الاربع كان في حفلة او احتفالية في وزارة الزراعة، توقيع بروتوكول ما بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، ان وكان طبعا ممثل فيه الدكتورة منى محرز والدكتور عبد المنعم البنا والاستاذ سيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وصندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، علشان يعملوا نموذج جميل جدا في الوادي الجديد. النموذج فيه 150 أسرة هيسلموهم 1000 فدان، وكل أسرة هيسلموا كل أسرة 20 راس مواشي. كان نموذج جديد اللي هيعمل المبالغ بتاعتهم مصر الخير، بنك التنمية والائتمان الزراعي او البنك الزراعي المصري كما تم تغيير اسمه في الايام السابقة، كان برضو بيساهم، كان بيساهم الاستاذ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، كانت بتساهم
الأستاذة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كل كان يدلو بدلوه. الموضوع جميل جدا ان هو الحاجة دي كانت معمولة لأهالي الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد عدد السكان بتوعها ما يزيدوش عن حوالي 250,000، بس من أكبر المحافظات مساحة على مستوى الجمهورية، 43% من مساحة مصر موجودة في الوادي الجديد. عجبنا المحافظ النشيط محافظ الوادي الجديد، كان جاي وبيقول تعالوا صوروا عندنا، تعالوا شوفوا الخير اللي عندنا، ادعوا الناس المستثمرين قولوا لهم تعالوا على الوادي الجديد. المحافظة الواعدة، المحافظة اللي هي بتفتح زراعيها للكل. كنا موجودين هناك قناة مصر البلد وبرنامج فلاح ومسؤول حصري لينا في بعض اللقاءات، وفي المؤتمر الصحفي كان موجود فوق ما يزيد عن 25 قناة فضائية بتغطي الحدث. والميزة الكويسة فين؟ ان محافظة الوادي الجديد بعد ما كانت محافظة مهمشة ما فيش حد بيسأل عليها، ابتدت الدولة تبص لها، ابتدت تضخ استثمارات هناك، بتدعو المستثمرين يروحوا على الوادي الجديد. ليه؟ عشان المحافظة الواعدة فيها كل حاجة، فيها الجو الكويس، فيها المية، فيها الارض، وقبل دول فيها اهل محافظة الوادي الجديد الطيبين. لما قابلناهم وقعدنا في وسطيهم وسمعناهم كلهم بيقولوا كفانا تهميش. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال محافظة الوادي الجديد هي المحافظة الاولى بالرعاية. علشان كده لما رحنا كبرنامج فلاح ومسؤول وحضرنا جزء من المؤتمر الصحفي اللي كان برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، واللي هنطلع نشوف جزء منه، علشان الناس بقول لكم دعوة، روحوا على الوادي الجديد، روحوا على الوادي الخصيب، روحوا المية هناك موجودة والأرض. اللي عاوز يستثمر، بدل ما بعرف في القليوبية الفدان بيوصل هناك ل 24 و25 مليون جنيه في الأرض السمراء، ال 25 مليون جنيه دول تروح تشتري بهم عزبة هناك في الوادي الجديد. هنطلع نشوف تقرير عن المؤتمر او اللي هو كتعمل فيه البروتوكول ما بين وزارة الزراعة وصندوق تحيا مصر ومحافظة الوادي الجديد وقطاع الثروة الحيوانية. هنشوف حاجة مبهرة. نطلع نشوف التقرير ثم نعود لكم لنستكمل باقي فقرات الحلقة، فابقوا معنا. وزارة الزراعة، وبمناسبة توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد وصندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير بخصوص ان هو يعملوا اول قرية نموذجية ل 150 اسرة انتاج حيواني. كان ده نتيجة جهد كبير اتعمل ما بين وزارة الزراعة وبين محافظة الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد بيحاول ان هو يحول المحافظة من محافظة مهمشة الى محافظة فعالة. كان التوقيع البروتوكول حاجة كويسة جدا، هيدوا لكل شاب فدان وهيدوا له حظيرة مواشي، حظيرة المواشي ممكن يكون فيها 20 راس. بروتوكول جميل، حاجة كويسة جدا. وزارة الزراعة بتفعل الدور، طبعا لا ننسى دور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. هنتمنى باذن الله البروتوكول زي ما هو تم توقيعه يتم تفعيله، وهنتابع باذن الله مع السيد محافظ الوادي الجديد واللي وجه دعوه خاصه لمصر البلد وقال انا في انتظاركم، هننزل هناك وهنصور وهننقل الحدث من ارض الواقع. كان معاكم طارق خليل لبرنامج فلاح ومسؤول لقناه مصر البلد. مشروع الزيتون ده مشروع قومي محطوط في الحسبان، واعتقد من ضمن المحاصيل الرئيسيه الداخله في 1.5 مليون فدان
مشروع الزيتون على اساس ده برضو الموضوعات اللي ليها قيمه مضافه. ممكن استخرج ثمار زيت، ممكن استخرج ثمار دفن يبقى على عالي، لان ده اللي كان مرتبط، ده محمول برضو في الاسباب. طبعا الكلام اللي احنا لازم نستنتج بعض الاشياء المهمه، يمكن توجهات السيد الرئيس ان دعم اقتصاد اي دوله وارتفاع الميزان التجاري والاقتصادي في الدولة زي ما قال الأستاذ محسن هي تنمية الإنسان المصري، وإحنا هننمي الإنسان المصري من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دور منظومة متكاملة على أساس إن إحنا يبقى فيه تنمية مستدامة. وأنا أعتقد من أهم المحاور التي تؤدي الى زياده التنميه هي المشروعات الصغيره والمتوسطه. وطبعا لو انتم شفتوا في تنسيق وتكامل مع الجهات الحكوميه والجهات المؤسسات الوطنيه ومؤسسات المجتمع المدني. وطبعا بشكر جميع الاعلاميين على الحضور، ونتفضل عشان توقع البروتوكول. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم سريعا لنستكمل باقي فقرات الحلقة. قبل ما أكمل الفقرة أنا بشكر الزميل محمد ناصر الفقي المراسل البرنامج في القليوبية، وبشكر الزميل العزيز محمود بشناق المصور البارع، اللي الاثنين هما جنود مجهولين معانا في البرنامج، بشكرهم شكرا جزيلا. زي ما شفنا البروتوكول اللي توقع ما بين وزارة الزراعة وبين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومحافظة الوادي الجديد، حاجة جميلة، تناغم في الأداء. زي ما بيقولوا انتوا بتدوروا على السلبيات، طب ما في إيجابيات اهي، ليه ما بتبصوش على الإيجابيات؟ لا بصينا على الإيجابيات. المحافظ ادانا دعوة حصرية لمصر البلد وقال دعوة حصرية ليكوا، تعالوا صوروا من عندي من أرض الواقع، تعالوا شوفوا الدنيا ماشية ازاي. لما نلاقي هناك خير بنروح وراه، لكن لما بنلاقي فساد لا بنعمل ستوب، ولازم نعمل إضاءة عليه علشان الطريق لازم يكون ممهد، ما يكونش فيه مطبات، المطبات هي الفساد. وطالما قلنا فساد سامحوني بقى، كان طلعت علينا امبارح جميع وسائل الإعلام وقالوا القبض على السيدة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة، ان هي اخدت 1,000,000 جنيه، وده على عهدة الاخبار الواردة لنا. وعشان اقول وما اقولوش ان انا بتجنى، وزارة الزراعة ممتدة في كل حتة. عارفين الاستاذة سعاد الخولي دي اصلا خريجة ايه؟ خريجة زراعة، خريجة كلية طب بطري، وكانت ماسكة نائب مدير مديرية الخدمات البيطرية في القاهرة. عارفين مين اللي جابها ومين اللي رشحها؟ الوزير المحبوس صلاح هلال. يعني كل طير على شاكلته يقع. لما بنقول لا يجب ان تعاقب سعاد الخولي اذا تمت ادانتها، لانها المتهم بريء حتى تثبت ادانته، اذا تمت ادانتها لا تعاقب لوحدها، لازم يتعاقب مين؟ مين اللي رشحها؟ مين اللي قال ان هي تنفع تكون محافظ اسكندرية؟ وزارة الزراعة بسم الله ما شاء الله ممتدة، نزرع القمح في سنة يطلع القرع في ثواني. علشان كده اللي هي الدكتورة سعاد الخولي حينما تم القبض عليها الواقعة متشابهة مع المحبوس صلاح هلال. صلاح هلال لما قبضوا عليه لقوا معاه 17 رحلة حج، برضو سعاد الخولي لقوا معاها واخدة رشوة رحلات حج. هو انتوا يا جماعة ما بتعرفوش ان ربنا ما بيضحكش عليه؟ طب حتى لما اخد رشوة اخدها في حاجة تانية مش حج،
حتى كمان ده بقوله الواحد هيرجع من هناك، بس هو تعب في الطريق رايح جاي. زي ما احنا بنقول سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية التابعة لوزارة الزراعة الذي تم ترشيحها عن طريق الوزير المحبوس صلاح هلال، يجب ان يسأل فرد الرقابة الادارية او الاجهزة الرقابية اللي قال تصلح. ما هو نفس الشخص اللي قال تصلح هو اللي قال صلاح هلال يصلح. لما وقعوا يبقى لازم كمان ما حاسبش اللي وقع، احاسب اللي قال ينفعه. دي رسالة الى المحترم اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، وانا عارف ان انت واخد جهد كبير جدا عشان تطهر الرقابة الادارية من الداخل. دعوة لازم اللي عمل التقارير دي يتحاسب. ليه؟ نراجع شغلها من فترة طويلة، نشوف القرارات، نشوف القرارات الازالة اللي كانت بتطلع وبتتنفذش. زي برضو صلاح هلال ما طلبنا يتم مراجعة قراراته، وزي ما انا بقول يجب مراجعة قرارات البهوات اللي قاعدين على الكراسي واللي بنشاور عليهم بالمستندات وبنقول هؤلاء فاسدون. زي ما كنا في القاهرة وبنتكلم على الوادي الجديد، هنروح على اليمين ونروح على محافظة البحيرة. محافظة البحيرة من اكبر محافظات الجمهورية، وبالتحديد مركز ابو المطامير. مركز ابو المطامير من اكبر المراكز على مستوى جمهورية مصر العربية. حدوده حوش عيسى، كفر الدوار، الحدود منه موجودة لغاية وادي النطرون، جزء منه لغاية العمرية، جزء منه لغاية مدينة النبرية، كبير جدا. الناس اليومين اللي فاتوا تواصلوا معايا وقالوا لي في احنا داخلين على عيد اللحمة، المفروض ان يكون في منافذ بتبيع اللحمة للناس بسعر مخفض تبع الوحدات المحلية. المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة طول النهار بتجري يمين وشمال وبتقول انا هنفذ سياسات الرئيس، هعمل منافذ في كل حتة. في منافذ موجودة، ورئيس مجلس مدينة ابو المطامير المهندس راضي عمار حد محترم، حد كويس جدا، وانا اعرفه معرفة شخصية، وهو جه شال تركة تقيلة ربنا يكون في عونه. ولكن الشارع البحراوي لن يسير بالامنيات، لازم يكون فيه حاجات موجودة، لازم يكون فيه حاجة ملموسة في الشارع. زي ما الدكتورة منى محرز لما بتقول ان احنا همنا ان احنا ما نعرضش اللحمة بس في المحافظات الرئيسية زي القاهرة والجيزة والقليوبية، لا نعرضها فين؟ نعرضها في الاماكن الاولى بالرعاية. ما اظنش اكتر من محافظة البحيرة. محافظة البحيرة محافظة منتجة للحوم، مش معقول هم ينتجوا اللحوم، هم اللي ربوا المواشي هناك ويظبطوها وتمام التمام وتطلع تتذبح وهم ما ياكلوش. يبقى لازم يكون موجود هناك منافذ. الناس لما بتكلمني بيقولوا عاوزين منافذ في الشوارع علشان الجزارين بيبيعوا كيلو اللحمه هناك من 130 ل 150 جنيه. الراجل البسيط العادي ما يقدرش، هيجيب منين 130 ولا 140 جنيه ولا 150 جنيه؟ لما تواصلنا عرفنا ان محافظة البحيرة بتعمل شوادر في الشارع بتبيع كيلو اللحمة ب90 جنيه. لما اشتري ب90 احسن ما اشتري ب150. وانا عارف الناس اللي هناك بلد محترمة جدا وتمام التمام، وفيها ناس مرتاحة، بس فيها ناس على قدهم، فيها ناس ما يقدرش يشتري اللحمة ب150 جنيه. يبقى لازم اوفر له حاجة مضمونة في الشوادر، وحاجة الدولة بتسيطر عليها. ليه؟ لان في كتير جدا من ضعاف النفوس بيبيعوا لحوم زي ما بيقولوا هناك في البحيرة، لحوم وقيعة، حاجة لحقوها كده بالسكين على الاخر. يبقى لازم اروح اشتري من مكان مأمون، والمكان المأمون هو الاماكن اللي بتشرف عليها محافظة البحيرة وبتوفر لها الدعم. الدعم يكون اللحوم لا تزيد عن 90 جنيه، مع ان انا شايف 90 جنيه كتير، بس اللي رماك على المر الامر منه. علشان كده بقول يا ريت محافظة البحيرة تعمل الشوادر هناك، وبقول المهندس راضي عمار رئيس مجلس ادارة ابو المطامير، يا ريت يا باشمهندس، مدينة ابو المطامير مدينة كبيرة، مدينة حدودها مترامية الاطراف، ناس كتيرة، ناس بتقول 10,000 وحوش عيسى، والناس اللي من عندك مومبو والسبع حسن علام والشركة العربية ومحطة 2
وكل الناس دول مساحات كبيرة جدا في منهم ما يعني ربنا يكون في عونهم ما عندوش مقدار ان يذبح، عاوز يشتري لحمة، الكيلو اللحمة بتسعين جنيه تبع المحافظة يقدر يشتريه ويشتريه وهو مطمن. فلازم لازم المحافظة توفر. معانا اتصال من مين؟ معانا الأستاذ إبراهيم منتصر رئيس مجلس إدارة جريدة شمس البحيرة. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ إبراهيم. أهلا بيك يا أستاذ صاري، تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير وكل عام والمعدين بخير وكل سنة مصر كلها بخير. ربنا يبارك لي فيك. إيه مشكلة بقى اللحمة يا أستاذ إبراهيم؟ المشكلة يا فندم أنا هبدأ مع حضرتك من كلمتين جمال خالص أنت قلتهم سمعتهم من حضرتك دلوقتي وأنت بتقول نزرع القمح السنين. احنا شفنا الانجازات بتاعت الدولة في حي الاسمرات وفي الوادي الجديد، عايزين البلد يا ريس تساعد الريس في الحاجات اللي هو بيعملها، نبقوا كلنا ايد واحدة عشان البلد تعدي بينا البر الامان في اليومين اللي جايين دولك ان شاء الله بإذن الله. بالنسبة لموضوع اللحوم يا فندم، ابو المطامير عامة من ضمن المراكز اللي على مستوى مش هنقول لحضرتك البحيرة، هو راجل عمار حد محترم جدا زي حضرتك ما قلت، ما فيش خلاف على كده، والراجل جه من الدار للنار زي ما بيقولوا. أيوة. بس ابو المطامير يا فندم، ابو المطامير مش قصه لحوم بس يا استاذ صارق، اسمح لي حضرتك، ابو المطامير قصه لحوم، ابو المطامير قصه صرف، ابو المطامير قصه ري، ابو المطامير قصه ميه شرب في خمر. طب يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم بعد اذنك، احنا بنتكلم عن اللحمه، ايه المشكله اللي عندكم؟ جميل يا فندم، على اللحمة يا فندم، على اللحمة دلوقتي المنافس على مستوى الجمهورية، الناس أبو المطامير عمالة بتشوف المنافس على مستوى الجمهورية وبتقول إحنا فين من الدولة؟ هي أبو المطامير بت القطة السوداء، أبو المطامير مهمشة يا فندم في جميع الخدمات، فين المنافس؟ مفيش منافس، المنافس هو في مكان واحد مخصص في الدلنجات، السيد وكيل الوزارة عامله في الدلنجات. اللحمه بتروح له وبتخلص يوم والتاني. يعني يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم يعني حضرتك اللي عاوز يشتري كل لحمه من ابو المطامير يروح للدلنجات يرجبها ويرجع؟ المنفذ المنفذ يا فندم، المنفذ اللي الوزاره عاملاه له واحد مخصوص في الدلنجات. انا بقول لحضرتك المنفذ معمول في الدلنجات، واللحمه جت امبارح وخلصت النهارده وما راحتش لابو المطامير ولا راحت لحوش عيسى ولا راحت لاي حته. ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده راجل بيتعب من فوق وهي طلعت ميتينها هنا وانت فينا تعبانه وغلبانه كده، ما ينفع كده، حرام يعني كده، ما نضحكش على يعني الناس. انت المطالب عندكم يبقى في منفذ بيبيع لحمه تبع المحافظه بالسعر اللي هو 90 جنيه يا فندم استاذ طارق، اسمح لي، لو تسمح لي حضرتك، لو تسمح لي حضرتك كلمه واحده بس، اتفضل. رجاء يعني ما علينا بالمنافس، انت حضرتك، انت حضرتك من جنب جناكليس يا استاذ طارق، صح يا فندم؟ صح. المايه يا فندم، المايه في جناكليس مفيش بيشحطوا ميه يا استاذ طارق عشان يشربوها، الناس المسؤولين يا استاذ طارق، اراضي املاك الدوله يا استاذ طارق، لو الدوله مش عارفه تجيب توفر اماكن لاملاك الدوله من الموظفين يا استاذ ابراهيم. لا لا ده موضوع كبير، لا موضوع كبير بقى ده احنا بنتكلم فيه بعدين. انا دلوقتي انا بتكلم يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم انا بتكلم على اللحمه دلوقتي للسبب، علشان احنا بنحل مشكله دلوقتي، لو اتكلمنا على الحاجات الثانيه محتاج لنا سنه قبل ما تتحل. يا فندم انت فاضل عند حضرتك بكره الثلاث والاربع والخميس، وجميع المنافس على مستوى البحيره فيها لحوم. تمام تمام، وصلت رسالتك ابراهيم، استاذ ابراهيم. انا بشكر استاذ ابراهيم منتصر من اهالي ابو المطامير ومن الناس اللي بتدور على صالح الشارع البحراوي واهالي ابو المطامير. يا ريت زمايلنا في الاعداد يتواصلوا مع حد من التنفيذيين في ابو المطامير علشان يردوا. احنا بالنسبه لنا بنعرض، ولسنا مع او ضد، ولكن مع الشارع البحراوي، مع الناس البسطة، مع الناس اللي احنا طالعين منهم، الناس اللي بيكلمونا وبيقولوا لنا انتوا صوتكم. انا بقول التنفيذين شطار، بس ايه، لازم، احنا داخلين على عيد، والعيد ده عيد اللحمة. لما يقولوا ان هو المكان في الدلنجات، انا كراجل بسيط عاوز اشتري 2 كيلو لحمة اروح اجيبهم من الدلنجات، ادفع ثمن اللحمة مواصلات؟ طب ليه ما تتعملش في ابو المطامير؟ هل ابو المطامير دي زي ما بيقولوا كده بالمثل الفلاحي وقع من خير القفه يعني ولا ايه؟ السيد وكيل وزاره التموين في البحيره، الدكتور المهندسه ناديه عبده، ابو المطامير انت اكتر واحده عارفاها، ابو المطامير دول فيها اجاويد البحيره، الناس المحترمه ما بين عمال وموظفين واصحاب اعمال. ابو المطامير محافظه البحيره ثلاث ارباعها قايمه على شغلها، يبقى ابسط حاجه اشوف الناس البسطه اوفر لهم
ما خلوا ما هينهمش، هو بيدفع فلوس مش حد بيديله حاجة ببلاش. معانا اتصال من المهندس راضي عمار رئيس مجلس مدينة ابو المطامير. اهلا وسهلا بك يا باشمهندس. يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا يا اهلا بك، كل سنة وانت طيب وسعادتك طيب يا باشا بمناسبة العيد الاضحى المبارك والاسرة الكريمة ان شاء الله. ربنا يبارك لي فيك. دلوقتي في عندنا مشكلة يا باشمهندس، ان اهل ابو المطامير بيقولوا ابو المطامير ما فيهاش منافذ لبيع اللحوم، وحضرتك عارف كل سنة وانت طيب احنا داخلين على عيد الاضحى، بيقول اللي عاوز يشتري لحمة بيروح يجيبها من الدلنجات ويرجع، ايه رد حضرتك؟ لا، وبالنسبة للمنافذ اللحوم بالنسبة لابو المطامير على مستوى المحافظة بالكامل، معالي المحافظ المهندسة رادية عبده عملت اجتماع خاص في هذا الشأن، وفي منافذ في كل مركز. يعني عندنا في ابو المطامير في منافذ لبيع اللحوم، جبنا مرحلة اولى ومرحلة تانية، وان شاء الله المرحلة التالتة احتمال كبير جدا نجيبها بكرة، دي بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتموين والتنمية المحلية. لكن في منفذ لحوم موجود عندنا في ابو المطامير، وبنستلم الكيلو ب 73 جنيه بتباع ب 90 جنيه، والعملية دي عملت منافسة بين التجار في داخل مدينة ابو المطامير. كيلو اللحمة كان بيتباع ب 130 140، نزل دلوقتي بالنسبه للتجار عند كيلو ب 100 110، وفي ناس بتبيع اللحمه احنا بنجيبها، والحمد لله انت بنفسك انزل بكاميراتك وشوف اللحمه هتلاقيها متوفره في المطامير. ما احنا عارف يا باشمهندس احنا عاوزين ايه، المواطن البسيط والراجل المصري العادي ما يبقاش فريسه للتجار، في جزارين جشعين بيبقى فرصه. انتوا لما بتنزلوا اللحمه في المنافذ بتكسروا الجشع بتاع التاجر. ما انا بقول لسعادتك هي نزلت عندنا اللحوم دي، طبعا بتيجي طبعا زي ما انت عارف من وزاره الزراعه ووزاره التموين مع التنميه المحليه بالتنسيق في لجنه تنسيقيه من ديوان عام المحافظه. نزلوا عندنا مرحله اولى ومرحله ثانيه، والمرحله الثالثه تنزل ان شاء الله احتمال كبير جدا بكره باذن الله. دي نوبعين لما نزلنا وعملنا المنافذ عندنا داخل ابو المطامير حضرتك، دي عملت منافسه قويه جدا بين التجار اللي هم بيبيعوا اللحوم اللي هي المحلات اللي هي الخاصه. يعني كان اللحمه ب 140 و135 نزلت ل 100 110، وفي بعض التجار بيبيعوا ب 90 جنيه. فدلوقتي احنا منتظرين مرحله ثالثه ان شاء الله تيجي بكره باذن الله. يعني نقول للناس على لسان المهندس رضا عمار، وانا عارفك على المستوى الشخصي انت حد محترم، اقول لهم خلاص قول فصل بكره الناس تطلع المنفذ تلاقي اللحمه؟ ان شاء الله باذن الله، في تنسيق مع اللجنه التنسيقيه واحتمال كبير جدا توصل مفتوحه للجميع. اي جزار، في جزارين دلوقتي الجزار بيبقى جاهز بالمبالغ بتاعته، بيروح يستلم اللحمه يدفع الفلوس بيجيب اللحمه بتيجي، وفي اشراف من قبل التموين ومباحث التموين ولجنه الرقابه والمتابعه عندنا، وبنتابع الحالات دي بنفسنا ان شاء الله. انا شاكر، تكون متوفر. انا شاكر جدا للمهندس راضي عمار رئيس مجلس مدينه ابو المطامير، شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب. وبقول اهو على الهوا، الاهالي بتقول مشكلة على طول التنفيذي بيدخل بيقول بكرة باذن الله هننتظر منكم، كلكم عارفين رقم تليفوني اتصلوا قولوا احنا جات اللحمة، وانا واثق المهندس رضا عمار طالما قال لكم هيبقى في المنافذ لحمة هتلاقوها موجودة، وهنعمل حلقة خاصة عن ابو المطامير، عن المية اللي في جناكليس، عن طريق كفر الدوار ابو المطامير، طريق ده ابو المطامير ده منهور، طريق ابو المطامير 71، علشان الخدمات هناك والناس تاخد ابسط حقوقها. لما اتكلمنا عن اللحوم وعن الخدمات وعن الاسماك والدواجن، كان لازم نعمل لقاء مع المسؤوله رقم واحد في مصر عن المم، عن الثروه الحيوانيه والداجنه والسمكيه. عملنا لقاء حصري لقناه مصر البلد وفلاح ومسؤول مع الاستاذه الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والداجنه والسمكيه. نطلع نشوف التقرير، تابعوا الدكتوره منى محرز ست ب 100 راجل، شوفوها بتقول ايه، وكل اللي بتقوله احنا بنتابعه بيحصل. هنطلع نشوف التقرير ثم نعود لكم لنستكمل باقي فقرات الحلقه، فابقوا معنا. We'll be right back.
داخل وزارة الزراعة وأثناء توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، بأن وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد طبعا هو الأساس القطاع الثروة الحيوانية اللي بتشرف إن حضرتك نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والدجاجة والسمكية، مشروع إنشاء قرية نموذجية لتسليم 150 أسرة نقول ثروة حيوانية. هي البداية نقول جت منين؟ جت من الحقيقة السيد محافظ الوادي الجديد بيدي فرصة لإقامة قرية نموذجية للمتميزين، والسادة المتميزين نتيجة تربية المواشي في مصر الخير، وده الفرصة اللي تديها مصر الخير للشباب انه بيتعلم عندهم وبيقعد دورة او دورتين للتربية، بياخد القرض من البنك الزراعي المصري بيشتري 20 راس بيربيهم في مصر الخير تحت ادارة واشراف الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، فبيتعلم رعاية وتغذية وتحصين ومتابعة، وبالتالي بعد كده بينجح ويروح يعمل مشروعه الخاص. دول بالذات تحديدا 150 شاب هم الشباب الكفء اللي اثبتوا جدارة في عملية التربية، وكان ليهم ان هم ياخدوا الجايزة ان هم يكونوا بكورة للقرية النموذجية اللي بينشأها سيادة المحافظ كبداية للمشروعات النموذجية للقرية النموذجية. بيدلوا ايه؟ بيدلوا فدان، الفدان ده بيبقى مسكن وفي مكان حظيرة للإنتاج الحيواني، وفي كمان ممكن جزء زراعي يا إما بيعمل فيه نخيل يا إما بيكون عنده صوبة زراعية يا إما مزرعات أخرى، وبالتالي بيبقى هنا مشروع متكامل. طبعا القرية دي فيها 1000 فدان، فأنا عايز أقول إن البيت ده هو للست المصرية تقدر تتعامل فيه، وإن الزوج يقدر يشتغل في منظومة 1000 فدان بتاعت القرية كزراعة، وهنا بنزود الإنتاجية، بندي فرص عمل، بندي فرص للشباب المتميز، ودي مفتوحة لكل أبناء مصر مش بس لأبناء الوادي الجديد، طبعا هم لهم أولوية لكن أبناء مصر كمان مشتركين. طفرة والناس كلهم حاسين بيها، يقولوا ان ايه ابتدى، بدل ما الناس كانت بتشتكي من ما فيش ثروه حيوانيه والدواجن قليله والسمك وكده، بدا حاله من الارتياح. طبعا احنا عارفين ان حضرتك شاطره جدا وطول النهار موجوده في الشارع، بتقولي ايه بقى للناس؟ عشان هم بيقولوا ايه، طالما الدكتوره منى موجوده يبقى عاوزين نسمع منها، تقول لهم ايه اليومين اللي جايين هيكون في ايه؟ انا عايز اقول للناس ان احنا دورنا كمواطنين كلنا ان احنا نشتغل ونجتهد وننتج ونقلل الخلف مع احترامي يعني علشان احنا العمل بيلهيك على انك تخلف على فكرة، وبعدين احنا كل سنة بتنزيل 2.5 مليون، فاحنا لا المية اللي ما نمتلكها تكفينا ان احنا نزرع لكل سنة 2.5 مليون، ولا مهما يحصل من تنمية واستثمارات هتكفي. فبالتالي لازم انا اقول ايه، انا عندي ابن او اتنين شاطرين ومتميزين وحلهم كويس صحيا واجتماعيا وتعليميا احسن من 10 خايبين، فهي دي النقطة كلها بالنسبة للأسرة وبالنسبة للمجتمع. انا عارفه ان مصر بخير وان ولادها ماشيين، احنا دلوقتي ماشيين في الاتجاه الصحيح، احنا بنحاول ننمي البلد، مش هينمي ولا هيرعى مصر غير ابنائها، وكلنا نشتغل في قطاعاتنا واحنا كلنا متزاملين في انجاح منظومه الزراعه بالنسبه لوزاره الزراعه والقطاعات الاخرى. الاستثمار والتصنيع الزراعي كمان مهم بالنسبه لقطاع الزراعه. الموضوع ده هو نواه لحاجات تانية في قرى تانية هتتم في محافظات تانية؟ احنا عايزين نقول ان قرية الوادي الجديد تحديدا 44% من مساحة مصر، وبالتالي التنمية فيها تبقى اكتر واسرع، وهو ده اللي احنا يعني بنا عايزين، تنمية بشرية في المكان، عندنا عايزين استثمارات، هي تبقى بداية وان شاء الله يكون طبعا في اماكن اخرى. شكرا جدا مع الوزيرة وسعدة جدا وبنسعد على طول لما بنلتقي مع حضرتك. شكرا. الحصري عندنا، الحصري في مصر البلد، الحصري داخل برنامج فلاح ومسؤول. لما بنجيب المسؤول رقم واحد عن الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ده انفراد لقناة مصر البلد وبرنامج فلاح ومسؤول. لما بنتكلم مع المسؤول وبنقول ان في مشكلة في الحتة الفلانية، ده
يعني نجاح للزملاء، فريق العمل، فريق العمل متكامل، فريق العمل ما بين مصورين وبين صوت وما بين مخرج وبين خارجي. طبعا يعني ما ان انا مش عاوز اشكر فيه، بس ايه علشان منتظر منه الاحسن. انا بشكر رئيس التحرير احمد مرعي اللي هو شاطر وتمام، بس بنتظر منه الاحسن. بنقول الحلقه دي حلقه الحصريات، الحلقه دي اللي بنتكلم فيها مع المسؤولين انفراد، بنتكلم عن معلومه الكل بياخدها وينقلها عن مصر البلد وعن برنامج فلاح ومسؤول. لما اتكلمنا وقلنا، وزي ما انا قبل التقرير ده شكرت وهشكر تاني الزملاء محمد ناصر الفقي ومحمود بوشناق، ليه؟ بيتعبوا وبيجروا ورا الحدث وعاوزين يجيبوا احسن حاجه، عاوزين يجيبوا المعلومه للفلاح المصري، عاوزين يجيبوا المعلومه لست البيت المصريه، عاوزين يجيبوا المعلومه للمواطن المصري. كل واحد عاوز معلومه بنجيبها له، علشان العيد اللي احنا فيه ده عيد الاضحى وعيد اللحمه، كان لازم نتكلم مع المسؤول الاول. الدكتوره منى محرز من الناس الشطار جدا، علشان كده كنا لازم ننفرد بلقاء معاها، واللقاء بتتكلم عن قريه نموذجيه في الوادي الجديد. معانا اتصال محمد عبد الفتاح، اهلا وسهلا بيك استاذ طارق. يا اهلا وسهلا سيادتك، في عجاله عشان البرنامج بتاع سيادتك يا استاذ طارق. اتفضل. بالنسبه لزراعه الذره يا استاذ طارق معاك، والمستوى الحيوانيه ان ما كناش احنا نظبط الزراعه هنرجع زي الاول، نديله الارض تبقى قطن ورز وذره يا استاذ طارق، الثروه الحيوانيه مش هترجع تاني. انا عندي هنا في مدينه الكردي، انا عندي اكتر من 2000 فدان زرعوا السنه دي لب. هو احنا هنتصور لب يا استاذ طارق؟ لما كنا زرع رز او ذره كنا احتاجنا يعني انتجنا منهم الذره وانتجنا منهم الرز، ما كانش جبنا رز من الخارج. انما احنا الحكومه سببت ان زرعوا الناس زي الفلاح، زرعت اجود الارض في الدقهليه لب. لب قال اللي زرعه في الصارق، لب ايه اللي عاوز ده احنا فرحنا السنه دي والله، ايه اللي خلى استورد رز من بره؟ طب يا حاج محمد، دي هنا حاج محمد، يا حاج محمد معلش في العجاله عشان البرنامج بقى. طيب اتفضل. انا عندي هنا مضرب رز في مدينه في, في في قريه الرياض اتفضل. يا حاج محمد بقول لك طيب اديني فرصه. طيب مضرب رز في مدينه الرياض ومضرب رز في تكنس، الحليب بتاعه صدق، كانت الرز لازم الحكومه بتاخده واستوردوا بلاد بره، كان الحكومه بتاعها احنا عاوزين الحكومه تاخد رز زمان والمزارع تشتغل، بدل ما نجيب رز من بره لا احنا نورد احنا بره، الفلاح لازم يزرع رز. وصلت رسالتك يا حاج محمد، بشكر الحاج محمد عبد الفتاح من الدقهليه. ادي الفلاح المصري بيقول ايه، لازم نرجع للدوره الزراعيه، سيبكوا من شغل السبهلله اللي حصل اليومين اللي فاتوا، ناس بتزرع لب، وبقول هو فتح نكأ الجرح عندنا. عاوز اقول على فضيحه كبيره جدا بتحصل في محافظه البحيره، اكتر من 800 مليون دولار يتم استيراد لب، بيقولوا علينا في البحيره ازازه من الصين. انا عاوز اعرف 800 مليون دولار سنويا من محافظه البحيره، التجار بيحطوها في كرشهم بيستوردوا بياخدوا من الخزانه العامه للدوله 800 مليون دولار اللي امكن حصره عشان يجيبوا لب من هناك. خلاص احنا كملنا المعاني للدرجه دي؟ انا عاوز اعرف محافظ البنك المركزي قول لي 800 مليون دولار بيطلعوا تحت انهي مسمى؟ الرئيس لما قال الفلوس ما تطلعش قال الاستيراد مواد غذائيه، حاجات ناكلها، حاجات مش نأزأزها، الحاجات اللي بيجيبوها من الصين، لازم يتفتح الملف ده. هنعمل حلقه خاصه عن الفاجعه الكبرى، ال 800 مليون دولار اللي التجار ينزلوا على مخازنهم في البحيره، هتلاقوا المخازن محطوط فيها لب، بيستوردوا لب ب 800 مليون دولار. يعني عيب. وازاي؟ انا عاوز اعرف البنوك بتديهم الفلوس، انا بعرف ان هم بيشتروا الدولار بالغالي. ليه؟ مباحث الاموال العامه ما تشدش حيلها. التاجر اللي بيروح يشتري لب عشان يتاجر فيه من الصين يجب اعتقاله، لانه هو بيتاجر في قوت الشعب المصري. ادي فلاح مصري الحاج محمد عبد الفتاح من المنصوره من الدقهليه بيقول الكلام ده. يا جماعه حرام، الشعب المصري يستحق احسن من كده. الفئه الباغيه من التجار وهم قله اللي بيتحكموا في الموضوع ده يجب اعتقالهم بالقانون. احنا عاوزين عيش، عاوزين قمح، عاوزين ذره،
مش عاوزين لب. ايه ده؟ هو في ايه؟ هل هو اللب الدرجة دي بيكسب؟ ده اكيد مكسبه اكتر من البودرة، اكتر من المخدرات. يجب بالضرب بيد من حديد عليهم. اللي ينصاع يمشي خلاص في السرب، اللي ما ينصاعش يتم اعتقاله بالقانون، لانه بيضيع مقدرات الشعب المصري. زي ما احنا برضو بنتكلم على الايجابيات، كان لينا لقاء حصري زي ما قلت لكم، حلقة الحصريات، كان لقاء مع السيد اللواء محافظ الوادي الجديد. قلنا له على اللي جوانا، عاوزين نعرف محافظة الوادي الجديد عاملة ايه، الدنيا عاملة ايه فيها. هو جاي وهو بيقول انا فاتح دراعاتي لكل المستثمرين المصريين، تعالوا استثمروا في الوادي الجديد، الوادي الجميل، الوادي الخصيب، المية الجميلة، حاجة ترد الروح. نطلع نشوف تقرير مع السيد اللواء محافظ الوادي الجديد، نشوف الدنيا ماشية ازاي. وبقول تاني حصري لقناة مصر البلد وبرنامج فلاح ومسؤول، نطلع نشوف التقرير ثم نعود لكم لنستكمل باقي فقرات الحلقة، فابقوا معنا. معالي المحافظ الوادي الجديد، واحنا موجودين هنا في وزاره الزراعه بسبب توقيع البروتوكول مع مؤسسه مصر الخير لتسليم 150 اسره المواشي، او قريه جديده. احنا دلوقتي حضرتك، هل ده نموذج يتكرر تاني في الوادي؟ احنا دي عملنا تجربه ان شاء الله، بنعمل زهير زراعي لكل قريه ام عندنا، تمام، وبنعمل فيها تجربه 150 بيت بالاضافه ل 1000 فدان، 850 فدان زراعي لاهل القريه. ال 150 دول هياخد بيت ومزرعه زي ما حضرتك شفت، صوبه زراعيه، وهنعمل لهم مصانع صغيره، بحيث التجربه دي ان شاء الله هنبدا فيها، لو فيها اقبال ان شاء الله من الشباب ونجحت عملنا تجربه هنعممها ان شاء الله في المحافظه باذن الله. هل حضرتك ممكن تشجع الشباب انه يروحوا يزرعوا هناك؟ لان محافظه الوادي الجديد مشهوره بالزيتون وبالبلح. سمعنا حضرتك بتقول البرح والصاجه والحاجات دي، ممكن الشباب يروحوا؟ ده الهدف الرئيسي من التوسع الزراعي ده، ان احنا القمح والنخيل ان شاء الله تطورها، والزيتون، دول السلع الاستراتيجيه اللي عندنا، اللي ان شاء الله ناويين ان هي تبقى الزراعه الرئيسيه عندنا في البيضاف. احنا طبعا في البطاطس والفول السوداني، كل الزراعات موجوده في الوادي الجديد. حضرتك وقتنا قلت ان انا بعمل دعوه للاعلام يجي لي الوادي الجديد، تمام، واحنا مستعدين نيجي ان شاء الله، وهنبقى سهله جدا. احنا منظمين العيد القومي في شهر 13 ان شاء الله، لما قلنا لكم اول كتيب مهندسين عسكري راحت في 3 اكتوبر 1959، احنا ان شاء الله في كل سنه بنعمل احتفال عيد قومي، احنا السنه عاملين احتفال لمده 5 ايام من 29 لغايه 3، هيبقى ثقافي ورياضي وعلمي ورجال اعمال، منتقى رجال اعمال، وكل حاجه ان شاء الله هنعملها في عيد قومي. فتشرفونا والساده الاعلاميين، انا بقى من خلالك بوجه جوهر كل الساده الاعلاميين، يشرفونا ان شاء الله في المده من 28 الى 14/2017. شكرا مع المحافظ. شكرا. أعزائي المشاهدين، السيد محافظ الوادي الجديد عن طريق قناة مصر البلد وبرنامج فلاح ومسؤول، وحصريا دعوة إلى كل الإعلاميين في مصر، يلا تعالوا نروح الوادي الجديد. الوادي الجديد اللي أنا بسميها الوادي الخصيب، هي ممر التنمية، هي المستقبل الواعد. لما الناس تحب تروح وتستثمر، الاستثمار الجاد في محافظة الوادي الجديد، هي المحافظة الأولى بالرعاية، هي الدولة بتقول اللي عاوز يروح هناك أنا هدعمه. لما نروح الناس بيقولوا أنا عاوز استثمر في مكان، يبقى نسبة الخسارة فيه لا تكاد تذكر. روحوا هناك ازرعوا الزيتون، الشجرة المباركة هناك، شجر الزيتون وخصوصا الشجر الجديد اللي هو المقزم. الشجرة المقزم، الشجرة القصيرة اللي يمكن ان تتجمع عن طريق الميكانيكا، عن طريق الالات. روحوا هناك. وكان معانا مرة قبل كده في البرنامج المهندس محمود ابو سيف رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للتجارة، وقال مستعد اعمل عقد مع اي حد يزرع الزيتون المقزم، هاخد منه الفدان، هعمل معاه عقد اخد منه سنويا الفدان ب100,000 جنيه. قولوا لي أني فدان في مصر بيعمل 100,000 جنيه؟ اللي مش عاوز يزرع زيتون، مع ان هو دعوة، لان المفروض ان السيد وزير الزراعة بعد تلقي التوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
هيطلقوا المبادرة أو الحملة القومية لزراعة الزيتون في مصر. مصر يجب أن تعود إلى خريطة الدول المنتجة للزيتون. في الفترة اللي فاتت حصلت في مشاكل في دول أوروبا أو دول حوض البحر الأبيض المتوسط في الزيتون. في أمراض هناك دخلت على شجر الزيتون فابتدى يجروا ويروحوا للدول اللي ما حصلش فيها الأمراض، والحمد لله مصر آمنة مؤمنة إلى يوم القيامة. فعلشان كده ابتدوا يجروا ويقولوا نزرع في مصر. الاستثمار في الزيتون هو المكسب الغير مرئي. بدعوة لكل الفلاحين المصريين وكل المستثمرين، اطلع على محافظة الوادي الجديد، اطلع على المنيا، لانه معروف ان الزيتون هو شجرة بتاعة البحر الابيض المتوسط. عندك العالمين، عندك المغرة، ازرع زيتون. وقلنا قبل كده تعالى قبل ما تزرع اعمل عقد وتعاقد مع الشركة العربية للتجارة اللي بيرأسها المهندس محمود ابو سيف رئيس مجلس الادارة، بشرط خد منهم التقاوي واعمل معاهم عقد. قالوا نقدر نعمل عقد مع المزارعين لمدة 10 سنين، هاخد منه الانتاج هشاركه، اللي ما عندوش مقدرة ان هو يدفع تمن التقاوي الشركة هتشاركك، هتدفع لك نص التمن، هتجيب لك التقاوي انت بالارض وهي بالشتلة. في الاخر عاوزين مصر ترجع للخريطة العالمية لصناعة الزيتون. مصر لا تكاد تذكر على الخريطة العالمية، نصيب مصر لا يتعدى حوالي 0.5%. تونس مش عاوز اقول نسبتها عشان ما يبقى عيب قوي، تونس من اكبر الدول المنتجة والمصدرة للزيتون. لما الزيتون ورد ذكرها في القرآن، الشجرة المباركة، زي ما بقول للسادة اللي بينقلوا مزارع الدواجن للامان الحيوي حسب تعليمات الدولة، اطلعوا برا الوادي اللي هو القديم واطلعوا اعملوا زراعات خارج الصندوق. لقوا ان اجمل حاجة في شجرة الزيتون، شجرة الزيتون ما بيقفش عليها طيور وما بتعملش اعشاش، يعني معنى كده ما بتنقلش امراض. معنى كده ان شجرة الزيتون انت عاوز تعمل عنبر دواجن ازرع جنبه زيتون، هيجيلك مكسب من الدواجن وهيجيلك مكسب باذن الله. احنا ما بنشاركش ربنا في الرزق، ولكن بإذن الله هيجي لك مكسب من الزيتون. ازرعوا، خلوا مصر خضرة، خلوا مصر تسبق دول تانية. مصر هي الأولى ان هي تاخد خطوات طويلة. لما نلاقي ان احنا عايشين على 7% او 8% من مساحة مصر وعندنا ارض جاهزة للزراعة. الزيتون هو الاقل احتياجا للماء، الزيتون هو الاقوى تحمل للارض الوعرة، الزيتون هو الاعلى في الفلوس. لما اعمل تعاقد مع شركة هتاخد مني انتاج الفدان ب100,000 جنيه، احسبوها بالبلدي، الفلاح المصري شاطر، المستثمر المصري شاطر، احسبوها بينكم من بعضيكم واعرفوا موجود. الدولة سوف تعلن خلال ايام قليلة الحملة القومية لزراعة الزيتون. اللي في مجال تاني البلح، بدل ما احنا بنزرع البلح اللي هو الزغلول والسماني، في دلوقتي البلح البرحي، الشجرة المقزمة. الشجرة دي بتعمل انتاج ما بين 100 ل120 كيلو، وفي شجر من 75 ل100 كيلو. احسبوها مكسب كويس جدا. اطلعوا من الوادي الضيق اللي عنده فدان وفدانين، ولا الناس اللي بتتخانق مع بعضيها على ايراط وايراطين الملكية اللي اتفتتت، اطلعوا هناك. اللي ممكن يبيع فدان في الارض السمراء يطلع يشتريه بيه 30-40 فدان هناك. اطلع لهناك، هناك المستقبل الواعد. لما نلاقي حد محترم زي محافظ الوادي الجديد بيقول كل الخدمات وكل الامتيازات للناس اللي عاوزة تجيلي، لما الاقي السيد وزير الزراعة قال المكان هناك الاولى بالدعم، لما الاقي الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والدجنة قالت انا هدعم اي حد يطلع للوادي الجديد، لما الاقي الاستاذ سيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري قال امكانيات البنك يعني هنسهل بيها الزراعة، هيدوا 5% ثابتة، 5% ثابتة، مفيش حد هياخد 15% فوائد و20%، 5% بس بشرط تروح تزرع. مش زي ما بيقولوا كده يقلبوا عيشهم وياخد القرشين ويقلبهم وادخل بيهم في حاجة تاني، لا، اروح ازرع، اروح اعمل تنمية. الزراعة تنمية وليست رفاهية.
الزراعة هي العمود الفقري للشعب المصري، الزراعة يقوم عليها الصناعة وأشياء أخرى. دعوة إلى اقتحام محافظة الوادي الجديد، فيها كل حاجة، فيها الوادي الخصيب، فيها ممر التنمية، فيها فرص الاستثمار الواعدة. بنقول من برنامج فلاح ومسؤول هنطلع بعد العيد هنصور في محافظة الوادي الجديد بدعوة كريمة من السيد محافظ الوادي الجديد، وعلشان هيعملوا مهرجان هناك اسمه مهرجان التمور. محافظة الوادي الجديد من أكبر المحافظات في مصر فيها التمور. هنطلع هنصور من هناك من أرض الواقع، هنصور وهننقل لكم المكان. تعالوا روحوا على هناك، اعتبروها فسحة. روحوا هناك اقعدوا 3-4 أيام بدل ما أنتوا بتزرعوا، واحد بيزرع لي في 3-4 قراريط وطول النهار رايح الملك جاي من الملك 3-4 قراريط. ما تروح هناك على 30-40 فدان، ما تروح على 50 فدان، اعمل حاجة لأولادك. بدل ما تروح تصلح وتزرع في أرض خارج مصر، لا ازرع في بلدك. يقولوا الجو حر، لا الجو هناك كويس، في ابار هناك عندهم الميه بتاعتها الميه الفواره، في الابار بتطلع ميه بدون مواتير. روحوا هناك، روحوا اتفرجوا على مصر القادمه، مصر الواعده. اطلعوا من النطاق الضيق ومن الحيز الضيق. زي ما احنا بنقول الحلقه دي حلقه الحصريات وحلقه التفاؤل، بنطلق برضو انذار الى الفاسدين، لن نترك فاسد ايا ما كان. بنشكر هيئه الرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه والامن الوطني، وبضرب سلام عند الامن الوطني. الامن الوطني اللي بنطالب وزير الداخليه يرجع الاسم القديم، يرجع اسم امن الدوله مش الامن الوطني، علشان امن الدوله هو امن المواطن. بشكر رجال الرقابه الاداريه، بشكر رجال مباحث الأموال العامة. بقول لقد أبليتم بلاء حسنا في الأيام السابقة وننتظر منكم المزيد. عاوزين نشوف، تعالوا كده شوية وادخلوا ناحية وزارة الزراعة والهيئات التابعة، هتلاقوا الخير كتير، هتلاقوا الفاسدين كثر. بقول إلى الفاسدين لن نترككم، وإلى المحترمين سوف نطلق عليكم الأضواء ونرفع من شأنكم، ونقول المحترمين هم. فيها نهاية هذه الحلقة اللي أنا النهاردة سعيد، وفي ناس كانت أسعد بالحلقة دي قالوا ما قالش فضايح على حد، بس انتوا اللي بتعملوا في نفسكم كده. في هذه الحلقة اللي أنا سعيد بيها لا أملك إلا أن أقول زي ما المخرج بيقول لي خلص، بقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كل سنة وانتم طيبين، إذا قدر الله لنا عمرا نلتقيكم بعد أجازة عيد الأضحى. هناكل اللحمة بس ما تقلوش، عشان اللحمة اللي فيها دهن بتكتم على النفس. حافظوا على نفسكم، وعاوزينكم بعد العيد ناس أصحاء. مع أجمل أمنياتي طارق خليل، والسلام عليكم ورحمة الله.